مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه لعبه هنا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عيب
عايدة انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة عايدة، وأنا لازم كنت أخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام أذيتهم، إنما أني شحات، مفيش أوطى من كده. مكان جميل بس حر شويه مش كده؟ الحر ولا برد انا مالي؟ لو كان قالوا لك ان انا مصلحتي الاقتصاد الجويه. حلو قوي. ايه دي اللي حلو؟ النكته اللي انت قلتها. انا ما قلتش نكته. انت ايه متضايق شويه ولا متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما سيبني في حالي. ما تجيب يا سيدي. ندردش شوية مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شوية مش كده؟ ايه مين دي اللي ضايقتك؟ المدموزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ الله، وانت عرفت منين؟ انت كنت مراقب بيه؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من المقام ده. شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومه. انا ما عملتش حاجه. انا انت حكومه. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك صينية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حبيب الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طاير. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي لفايق عايش إنه إنسان شريف، وإنه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وأمانة. أما موضوع المخدرات والنصب والإحتيال ده، فده ملوش أي أساس من الصحة. وأنت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه أكتر من 3 أشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. أنت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة ونوكيت وبلاوي زرقاء، وعمرك ما هتحقق اللي في بالك إلا عن طريقي. إيوة بس فكر فكر كويس يا حضرة الظابط، وإذا اقتنعت هخليهم 150,000 جنيه. افتكر كويس، الفرصة دي ما تجيش غير مرة واحدة. على فكرة ما تدفعش حسابك.